السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا السادة مشاهدي قناة سعودي أوتو، وكل عام وإنتم بخير وعساكم من عواده إن شاء الله، ويا رب اجعلوا علينا عيد سعيد كله فرح وبهجة. وقبل ما نبدأ هذه الحلقة الخاصة، أتوجه بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وصادق التهاني إلى سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله وسدد خطاه، وإلى كل أصحاب السمو والمعالي، وإلى سائر أفراد الشعب السعودي الكريم، وإلى كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية. حكايتنا اليوم عن شركة بيجو الفرنسية اللي تأسست عام 1810 ميلادية، يعني قبل 212 سنة، وكانت في بدايتها متخصصة في صناعة الصلب والتعدين والدراجات الهوائية، واستطاعت إنها تصبح اليوم واحدة من أقدم وأعرق وأكبر الشركات في العالم، وبتعتبر ثاني شركة في أوروبا بعد شركة فوكس فاجن. واسمحوا لي يا إخواني، قبل ما نتكلم عن شركة بيجو، خلونا الليلة نبدأ بوكيل الشركة في المملكة العربية السعودية، شركة المجدوع للسيارات، اللي ساهمت بشكل كبير بانتشار هذه العلامة في المملكة، وقدرت إنها تجعل منها واحدة من الشركات المنافسة بقوة في السوق السعودي. مجموعة المجدوع يا أصدقائنا وأحبابنا هي شركة سعودية قابضة أسسها الشيخ علي إبراهيم المجدوعي عام 1965 كشركة للنقل البري، ومع نمو الأعمال توسعت الشركة إلى الخدمات اللوجستية والسيارات والتصنيع والأغذية والصلب والعقارات والتدريب والتعليم كمان، واليوم بيغطي نشاط المجموعة كل أنحاء المملكة، وكمان في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا، وبيعمل فيها أكثر من 5000 موظف. قصة المجدوع يا إخواني زي ما قلنا بدأت عام 1965، وكانت البداية بسيطة لكن يبدو أن الطموح كان كبير والأهداف كانت واضحة جدا. نشاط شركة المجدوع بدأ في مجال النقليات بشاحنة واحدة فقط، وبمرور الوقت أصبحت الشاحنة أسطول بتكون من 1800 شاحنة و2200 نوع مختلف من المقطورات. وفي عام 1976 يا إخواني تأسست شركة المجدوع للصناعات الحديدية لدعم وبناء أسطول لشركة المجدوع للنقل وتوفير جميع أنواع المقطورات اللازمة لها. وفي عام 1981 وبعد ما زادت طلبات عدد كبير من المقاولين وشركات النقل، بدأت شركة المجدوع وعلى نطاق محدود بيع المقطورات الجديدة في المملكة العربية السعودية. استمرت شركة المجدوع في النمو وبرؤية وتخطيط علمي ومدروس، وأنشأت معهد تدريب متخصص يعتبر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وهو معهد الشرق الأوسط اللوجستي اللي بيخدم شغل الشركة، وساهمت كمان من خلال وحدتها للاستثمارات المالية في العديد من الاستثمارات الاستراتيجية. على سبيل المثال شاركت المجموعة في تأسيس شركة دانا غاز مصرف السلام البحرين، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وكلية الباحة الخاصة للعلوم. وقبل ما نوصل في حكاية المجدوع للحظة دخول عالم السيارات مباشرة، تعالوا نشوف شركة المجدوع اللي صارت بعد كده مجموعة كبيرة قابضة.
يا هلا ومرحبا بأصدقائنا وأحبابنا، وإن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير وعافية. وحنكمل معاكم حكاية المجدوعي اللي تعتبر قصة فيها الكثير من أمثلة المثابرة والإرادة والإيمان بأنه الله يبارك عمل المجدين. المهم أنه حدث نقطة تحول كبيرة في مسيرة شركة المجدوعي عام 1985 لما تأسست شركة المجدوعي للسيارات، واللي قدرت من هذا التاريخ لليوم يعني 37 سنة إنها تبني شراكة ناجحة مع شركات سيارات عالمية، وتمكنت من تعزيز مكانة هذه السيارات في أسواقنا. ومن أهم الوكالات اللي أخذتها كان عقد شراكة مع شركة بيجو العريقة في الربع الأول من عام 2020، وبهذه الشراكة صارت شركة المجدوعي للسيارات وكيل لسيارات بيجو في السعودية. وطبعا وظفت الشركة إمكانياتها وقدراتها لتعزيز سمعة وصورة سيارات بيجو في المملكة، واستعادت ثقة العملاء فيها. وخلال سنتين فقط نقدر نقول إنها كتبت أفضل مراحل نجاح سيارات بيجو في أسواق المملكة العربية السعودية، واللي ساعدهم على هذا النجاح التزامهم الكامل بخدمة عملاء ومالكي سيارات بيجو السابقين وتقديم كل أنواع الدعم لهم. وبعد ما استعرضنا بسرعة حكاية وتاريخ مجموعة المجدوعي، وعلى فكرة هي حكاية تحتاج حلقات، حننتقل وياكم لحكاية بيجو. هذه الشركة الفرنسية أسسها جون فريدريك وجون بيير عام 1810، وكانت بتعمل في تصنيع الفولاذ وبعض الأجهزة والأدوات مثل مطاحن القهوة وقطع الساعات والدراجات الهوائية. وفي عام 1889 يعني قبل 123 عام كشفت الشركة عن أول سيارة، وكانت بثلاثة عجلات وبتعمل بالبخار. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 كانت بيجو بتصنع أكثر من 10,000 سيارة سنوياً، يعني نصف إجمالي إنتاج فرنسا من السيارات. وفي عام 1948 أطلقت السيارة الشهيرة بيجو 203، واللي كانت أول سيارة بيتم إنتاجها بعد الحرب العالمية الثانية، اللي ظلت نيرانها مشتعلة من عام 1939 إلى عام 1945، وكانت أول سيارة في تاريخ بيجو يتم تصنيعها بأكثر من نصف مليون سيارة. وفي عام 1960 دشنت الشركة السيارة بيجو 404 اللي تم تصميمها بالتعاون مع بيت التصميم الإيطالي بنافرينا، واللي خلاها تصير واحدة من أجمل السيارات طوال الخمسينات من القرن الماضي. وفي عام 1961 جهزوا السيارة 404 بأول محرك حقن مباشر، ودشنوا في عام 1968 السيارة الشهيرة بيجو 504، واللي قدرت خلال سنة واحدة من إنتاجها إنها تحصل على لقب سيارة العام الأوروبية. وعلى فكرة يا إخواني، يمكن كثير منا ما يعرف أنه هذا الطراز كان أطول طرازات بيجو وأكثر طراز حقق مبيعات، ومن لحظة تدشينها عام 1968 وحتى إيقاف إنتاجها عام 2006 تجاوزت مبيعاتها 3,700,000 سيارة، وكان جمهورها الأساسي من المنتمين للطبقة الوسطى. وتعالوا مرة تانية نخرج لفاصل نتذكر فيه أول سيارات حملت علامة أسد بيجو. ومن جديد برحب بيكم ونكمل معاكم حكاية بيجو اللي في عام 1972 دشنوا السيارة بيجو 104، واللي تعتبر أصغر سيدان بأربع أبواب في العالم،
وفي عام 1979 كشفت بيجو عن الطراز 604 وهي أول سيدان بمحرك 6 اسطوانات منذ إصدار بيجو 601. وهذه السيارة يا إخواني وقتها صارت سيارة كبار المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء أوروبا، وحصلت على أول محرك ديزل تربو في أوروبا كمان. وفي عام 1983 تم إطلاق السيارة بيجو 205 واللي نجحت نجاح كبير وفازت ببطولة العالم لسباق الراليات مرتين وببطولة سباق باريس داكار مرتين، وأصبحت السيارة الأكثر مبيعا في فرنسا والسيارة الفرنسية الأكثر تصديرا على الإطلاق. وفي عام 1987 دشنت الشركة سيارتها بيجو 405 العائلية واللي فازت بجائزة سيارة العام الأوروبية عام 1988 للمرة الثانية في تاريخها. وأطلقت الشركة عام 1997 السيارة بيجو 406 كوبيه وكانت من تصميم بنفرينا، والسيارة هذه وقتها كانت حلم لعشاق بيجو وعشاق السيارات عامة، وهي طبعا أول سيارة كوبيه تم بنائها بمحرك ديزل 2001. وكمان شهد عام 1998 تدشين السيارة بيجو 206 وهي سيارة صغيرة قدرت تفوز ببطولة العالم للراليات 3 مرات. في العام 2016 كانت نقطة تحول جديدة في تاريخ بيجو مع إنتاجها للكروس أوفر العائلية بيجو 3008 واللي حصلت على جائزة أفضل سيارة لعام 2017 من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 58 صحفي أوروبي، وكانت كمان أول سيارة متعددة الاستعمالات حازت على جوائز منذ إعلان صدور الجائزة في عام 1964، وخامس سيارة بيجو تحصل على لقب سيارة العام بعد 308 في عام 2014 و307 في عام 2002 و405 في عام 1988 و504 في عام 1969. يعني ما شاء الله تاريخ بيجو كل صفحاته حافلة بالجوائز. وفي عام 2019 فازت بيجو بارتنر كأفضل سيارة فان لعام 2019 وهي خامس سيارة بيجو تحصل على لقب أفضل سيارة فان للعام منذ إعلان صدور الجائزة في عام 1992. وفي عام 2020 تم اختيار السيارة بيجو 208 كسيارة العام 2020. أظن أحبابنا وأصدقائنا محتاجين نتفرج على أكبر عدد من سيارات بيجو اللي حصلت على جوائز ورفعت أسهم الشركة الفرنسية في أوروبا والعالم كمان. السادة أحباب قناة سعودي أوتو والمتابعين لبرنامج حكاية سيارة طول شهر رمضان المبارك، وصلنا معاكم لختام حكاية مجموعة المجدوعي وكيل علامة بيجو بالمملكة العربية السعودية، وكمان ختام القراءة السريعة لحكاية شركة بيجو العالمية. الحقيقة أنه المجدوعي وبيجو وجهان لعملة واحدة اللي هي النجاح، وكيف تقدر تواجه مهما كانت قوة الرياح، وكيف تقدر تنافس مهما كانت حدة الرماح. حكاية بيجو من البداية يا أحبابنا حكاية أسد ما يعرف غير الانتصار، وبالفن والعلم صارت علامة للذوق وروعة الاختيار،
وكل عام وانتم طيبين، وعيد مبارك سعيد على القريب والبعيد، ويا رب بارك في بلدنا واحفظ ولاة امورنا وكتر خيرنا بسواعدنا، وان شاء الله نلتقي دائما على شاشة قناتكم قناة سعودي اوتو مع كل جديد وفريد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.